ينور قلوبنا بنور المعرفة ويرزقنا العلم والعمل والإخلاص والقبول ويسر أمورنا وأمور المسلمين ويستر عوراتنا وعوراتهم ويقضي عنا حوائجنا وعنهم حوائجهم ويشفي مرضانا ومرضاهم وينصرنا على القوم الكافرين وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. مولاي صلي وسلم دائما أبدا
قدس أنت من أحيى الظلام إلها اشتكت قدمه الدرم ورمي وشد من سواب أعشاه وقعوا تحت الحجاب وتكشح المطرف الأدم ورود والجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيها الشمام وأكدت جده فيها ضرورته إن الضرورة تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لك تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحدنا بر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكله من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام ووقف فلديه عند حدهم من نقطة علم أو من شكل في الحكام فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفى حبيبا بارئ النسام منزه عن شارك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتكم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من نظام فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسب قدره ايته عظاما احيا اسمه حين يدعى دارسا لمن لم يمتحن فيما يقول فيه حرصا علينا فلن نتب ولم نهم اعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من وعود صغيرة وتكل طرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالعلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل كرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوار أهل الناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في جرام والدهر في إمام كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما يطلب المكنون في صدف من معدن موطئ منه ومبتسم لطب يعادل طلبا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبانا مولده عطيب قدس قريه يطيب مبتدا منه ومختتم يوم الكفر
وما ذكر ليلا على عالم فالدر يزداد حسنا وهم منتظم وليس ينقص قدر غير منتظم فما تطاول همال المدينين ما فيه من كرم الأخلاق والشيام آية حق من الرحمن محدثات قادمة صفة الموصوف بالقدام لم تقترن بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرام دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولا تدومين حكمات فما يبغين من شبه لذي شقاء ولا يبغين من حكم ما حرب قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملكي يا سلام ردت بلاغتها رد غيور يد الجني عن الحرام لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فلا تعد ولا تصع جانبها ولا تسام على الإكثار بالسهام قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحمد الله فاعتصمي إن تتلوها خفة من حر نار الأرض فتح الرضا من ودها شبيبك وجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمام وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجملا وهو عين الحذق الفهيم قد تنكر عين ضوء الشمس من رماد وينكر فمطعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يبنى من العفون ساحته سعيا وفاق المطن بالأيلوك الرسوم ومن هو Thank you.
Yeah.
آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا ووصيناه بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت. تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك واتوب اليك. اللهم ارحمنا واغفر بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا وعن المسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين البلاء والولاء والوباء والامراض والاسقام والحروب والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا الوباء جند من جنودك تصيب به ما تشاء من عبادك وتصرفه عمن تشاء منهم. اللهم اصرف عنا وعن بيوتنا وأهلنا وجيراننا وبلادنا وسائر بلدان المسلمين واحفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وكنا شر الظالمين وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض واختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.